والضم في تكبيرة الإحرام فيما نرى أولى من الإشمام. والضم في تكبيرة الإحرام أي في الهاء من قوله الله، الضم هنا أولى من الإشمام. طريقة الإشمام لا أعرفها، وإنما يعرفها أهل التجويد فليشرحوها لنا. أما الضم فضاح الله لكونها مبتدأ مرفوع، فالضم هنا أولى من الإشمام كما يقول رحمه الله تعالى. فسر المحشي في الأسفل الإشمام بقوله أي لا تأتي فيه بالإشمام، وهو إخفاء الضمة، وإنما تظهر الضمة، لا أدري كيف يكون الإشمام، لذلك أتجاوزها. والكسر في تكبيرة الإحرام يفسد للصلاة عن أعلام، بمعنى إقرار الله أكبر، هذا يفسد الصلاة، لأن المعنى سيتحول، المعنى تريد أن تخبر عن الله تعالى بأنه الكبير، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من أن يكون هنالك مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع ليفيد هذا المعنى. إذا قال بعض أهل العلم إن قال الله أكبر فإن صلاته تبطل بذلك. والكسر في تكبيرة الإحرام يفسد للصلاة عن أعلامي، فضم اسم الله ضما بينا، ضم الهاء من قوله الله بينا، ولا تشمه ولا تسكن، فلا تقل الله أكبر، وإنما قل الله أكبر بنفس واحد، ولا يشرع أن يفصل الإنسان بينهما. وقيل في تسكينه لا يسع من أحسن الضمة منه يمنع، بمعنى من سكن وقال الله أكبر وكان قادرا على أن يقول الله أكبر فإن صلاته تبطل بذلك، إن لم يكن قادرا فلا حرج عليه بإذن الله تعالى، أما مع القدرة فلا يسع. وقيل في تسكينه أي الهاء لا يسع من أحسن الضمة منه يمنع، أي يمنع من التسكين. من زاد بين الباء والراء ألف فإنه يعيلها ولا يقف، من زاد بين الباء والراء ألف فإنه يعيلها ولا يقف. وهذا لحن موجود بكثرة عند الناس الآن، الله أكبر، يزيد ألفا بعد الباء، يزيد ألفا بعد الباء وقبل الراء، الله أكبر، تجدون كثيرا من الناس في الأذان أو في تكبيرة الإحرام، في الأذان يفعله الممططون كثيرا جدا، ويظنون أنهم بذلك يحسنون أصواتهم بالأذان، والواقع أنهم أن ذلك الأذان لا يجزيه، وأن الصلاة التي يقال فيها مثل هذا المد بعد الباء هذه صلاة باطلة لا تصح، فعلى صاحبها أن يعيدها، وإن كان إماما على من كان وراءه أن يعيد. لماذا؟ قال أكبار، الأكبار جمع كبر، والكبر هو الطبل، فالأكبار الطبول، لذلك يكون المعنى فاسدا، يكون المعنى فاسدا في مثل هذه الصورة. ومن هنا لا بد من أن يكون هنالك قطع للمد، فلا يقول أكبار وإنما يقول الله أكبر مباشرة. أما المد بعدها بعد الباء فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه يقلب المعنى من العظمة لله سبحانه وتعالى إلى الإخبار عن الله تعالى بالطبل أو بالطبول، على جمع الأكبار يكونها جمع كبر وهو الطبل، والله تعالى أعلم.